أنا عندي أبو عتيق قصة فيها مضحكة وفيها عبرة. ما شاء الله، اختصرها لنا. وهي قديمة قديمة، يمكن لها أكثر من 100 سنة. اللهم صل. 100 سنة يعني حول حلقتنا الأولى. مر على جزيرة هذه جوع، يمكن الناس الموجودين الآن ما يصدقون بالإجراء. لكن باختصرها. هذا العام نشوف قدامنا هذه ما نمشي ناكل فيها. يقول صوتت لي الحرمة بنص الليل أم عياله. نسمع. وقالت ولدك طاح مغمي عليه، يقول ما فيه الا الجوع. يقول فطلعت من البيت يا طول عمر وانا مهموم ومغموم وهمت على وجهي. يقول بجنبي نقرت ثانيه، قلت لعلي القى شيء. يقول لقيت يا طول عمر اللي مثل ما تقول يعني بيت متطرف شوي، طين، بيت طين بجنبه حوطه. ويقول وباه يا طول عمر حلال. يقول وانا اروح وانا اخذ من هالحلال اللي تيس. يقول مسكته على مشان ما يفضحني عند الناس التيس هذا. يسمونه البشم، يقول بشمته وشم. يقول وابعث فيه يا طول عمر، يقول دكيته. يقول له علي ينقذ الطفل لا يموت. يقول براحتي وانا رايح، يقول من رايت من عندي طلحات الكبار ما بين احد طبعا. يقول برجعته، يقول انا راجع، يقول ما احس الصميل. تعرفون الصميل اللي يحطون بالبدو يسمونه الصميل؟ المخيط. يحطون بلبن، يحطون بلبن بعدين يمخضون ويطلعون الزبد. اي صحيح. يقول لي ماذا طعمك الطلحات هذه؟ انا مره قبل ساعه ما في احد، والان يطعمر يقول في صوت صميل به. قل سبحان الله يعني ممكن هذا جن. يقول هذا اعطاني عقلي، هذا ممكن جن. يقول قربت له شويه طعمر، يقول والله رجال طعم يمكن فرع ولو شنبات كذا، قالت شنبات وكذا. تسلم. يقول ما بالفح، يقول يخض الصميل، يمخض الصميل، يمخض ايه يلاوف هذا الصميل. يقول انا اللي اعطاني عقلي انه ما هو بشر، انه جن. قلت ابى اقرب منه اتاكد. يقول جيته من الخلف. يقول يوم جيته من الخلف يطلع عمر، يقول ما الرجال ما احد رجال يطلع عمر ما عاد حمامه. يقول بصمه. قلت هذا كانوا جن، ابى اسمي بالله الرحمن الرحيم ولا ان شاء الله ما راح يضرني. وبه وكانوا عاد ما يقول قربته شيء يطلع عمر. يقول انا تخبر الرجال نشيطه. يقول بكل حيل يطلع عمر، يقول انا الفع وكذا من هنا هالشكل. يقول ما له هناك والصميل هناك. ويبي الصميل الرجال. انه يقول طلع علي الطمع اثناء اللحظات العصيبه، اخذت الصميل وانا هرب. ومر على التيس وانا اخذه معي وانا اجي مالي. الحمد لله رب العالمين، انقذنا الطفل اللي كان بيموت. ويقول قلت عاد الحرم دي اسمعي، صلحي لنا الحي ما هي الحين بسرعه. وقال الفجر ما عاد اللي ذا الفجر الحين. وبعدين جارنا هذا ترى عياله يمكن مثل عيالنا يموتون جوع. ترى نبي انت تحققينهم وانا ابوها ما بيصوت له معي يطلع من الصلاه. صوت لي قبل صوت، قال ايش عندك؟ قلت روح في شيء يجوز لك. يقول جلست بالغرفه. يقول رحت وجبت الحيمات بينها صحن وجلست عنده. يقول رحت جبت يطعم لي طاسه مرق على بلبن طبخ. يقول ما عندنا له. يقول انا احطه بجنبه. يقول ما يخبر عندي حلال. يقول روح طعم مرق، يقول جيب لي طاسه لبن. يقول يراعي له. قال لي فلان اللبن هذا منين لك؟ قلت يا ابن الحلال لا تسعى، سم بالله الرحمن الرحيم. قال اسعلك بالله. قلت والله اسعد بالله، انا رايح كذا كذا. ويقول علو السالفه كلها من اولها لاخرها. ومن رايت طعمر من عين طلحات يوم مره وانا وجهي غاد ما بين احد، وبالجي والله ما ادري وشو. ولقيت لي واحد طعمر شنباته مثل شنباته، قالت له الشكل. ونفعت له خمس. قال هذا كذا. عطاها من البنا. ايوه. يقول انا رحت الخارج الثانيه واخذت الصميل وما بغيت يجيبوا بهذا طعمر، نخضوا تخضوا الحرمه يسمعون الجيران. وسارقوا بعد. هذه العقوبه المعجله الصمخه. ما هذا الشعر اللي يقول من سروقهم في سروقهم وراحت ما سرقت. وسلامتكم.